صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية. معكم الخبير المالي جوزيف ظهرية بهذه الجلسة. ومثل ما تعودت علينا بجلسة صباحية، رح نقوم بتغطية مباشرة على معظم الأزواج والعمليات الرئاسية على منصة التداول. اليوم طبعا جلسة مميزة بالنسبة لي، عندي فرص استثمار، عندي أمور ممكن ندخل فيها، اتجاهات، سيناريوهات مفترضة جيدة جدا. خلينا نتابع سوق الفوركس وأسواق المال اليوم ب 26/7/2018 لنشوف أبرز التحركات والتوقعات اللي ممكن توقعها على العمليات الرئيسيه وعلى السلع ايضا. بالنسبه للاجنده الاقتصاديه اليوم، عندي هاي امباكت على الاي سي بي، انترست ريت ديسيجن مهم جدا لزوج اليورو دولار. ممكن نخرج من هذه المنطقه الافقيه اللي دخلنا فيها لنا اكثر من اسبوعين او ثلاثه، وبيرجع بيلحقنا الديورابل جودز، جود تريد بالانس، وانيشال جوبلس كليمز. نهار مهم جدا للتقلبات، للفولاتيليتي المرتفعه، للدولار الامريكي، لليورو دولار. ممكن نشهد، خلينا نقول، ترندات جديده ترجع تمشي، او خلينا نقول اختراق من هذه المراحل الافقيه اللي ممكن تكون صعبه كانت على معظم المستثمرين اللي عم يتداولوا بسوق الفوركس باخر فتره. بالنسبه لي طبعا، تداول خلينا نقول بالمرحله الافقيه هي الاصعب بسوق الفوركس بشكل عام. مثل ما بتعرفوا، اليورو دولار داخل بشكل تقريبا مثلث اللي ممكن يكون عم يسجل فيها 5 ويفز، بيج اي بي سي دي اي، ممكن يكون انتهت قرب هذه المستويات، مستويات ال 117/46. اذا في حال نحن عم نتكلم على هذا السيناريو، هذا السيناريو طبعا سلبي لزوج اليورو دولار، وممكن من هذه المناطق اللي عم نتداول بقربها حاليا تكون انتهت ويف اي ونبتدي موجه هبوط جديده لزياره مستوى ال 115 او حتى 114. ولكن طبعا السيناريو الايجابي هو اختراق مستوى ال 117/60 او اخر قمه سجلت عندي على زوج اليورو دولار قرب مستويات ال 117/80. اختراق هذه المستويات نتوقع سيناريو ايجابي لزوج اليورو دولار على المدى القصير، وطبعا بنرجع بنبتدئ اتجاه الصعد بانتهاء ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي، وباستعمال فيبوناتشي اكسبانشن ممكن نحدد الهدف اللي ممكن طبعا نستهدفه بالجلسات القريبه، اللي هي بيسائب اول هدف قرب مستوى ال 100% فيبوناتشي اكسبانشن، مستوى ال 118/60، واذا تم اختراقه عند مستوى ال 120/20. هذا بالنسبه لاول هدف، وثاني هدف على زوج اليورو دولار. طبعا السيناريو اللي دخلنا فيه من الاصعب، بدكم تعرفوا انه التداول بهذه المرحله او بهذه الفتره من الفترات هي الاصعب عم تكون بسوق الفوركس، لانه التداول بالمراحل الافقيه ما عندي اتجاهات واضحه، كيف ما بدخل بمركز بيمشي السوق باتجاه المعاكس او بالاتجاه المضاد. فبالنسبه لي طبعا المضاربه على رسم بين الساعه و30 دقيقه، وخاصه على ازواج اخرى مش على زوج اليورو دولار، انا برايي هي الانسب. خلينا نقوم بهذه الجلسه. طبعا اهلا وسهلا فيكم استاذ رفيق، استاذ نضال، واستاذ احمد، صباح الخير، صباح النور. بالنسبة لي طبعا بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجودة عندي بسوق الفوركس او بسوق باسواق المال بشكل عام. كنتوا بتعرفوا، كل الجميع بيعرف، كل اللي بيتداول بيعرف انه المخاطر طبعا مرتفعة اكثر من غيرها، ولكن هي ممكن تكون بشكل او اخر استثمار مميز كمان ايضا. ويعني انا مثل ما بتعرفوا ولا مره حمستكم على سوق الفوركس بشكل عام، ولكن فقط بعطي رايي بالنسبه لهذه المصلحه، بقول لكم انه في امور خطره جدا باسواق الفوركس وسوق المال بشكل عام، ولكن ممكن نقلص المخاطر، وطبعا اداره المخاطر وتحديد الرسوم البيانيه واستعمال استراتيجيات تداول ممكن تكون استثمارات ناجحه، ونقلب الفرص اذا بدكم ل 60 او 70% مقابل 30% مخاطر. بالنسبة لي أنا اليوم على اليورو دولار بدي انتظر التقلبات والأجندة الاقتصادية، اللي عندي أخبار مهمة جدا، الاي سي بي انترست ريت ديسيجن، هون المتوقع إنه يضلوا طبعا 0% الفوائد، والديبوزيت ريت اللي هي على الايداعات طبعا في البنوك المركزيه هي ناقص 0.4%، ف ماينس 0.4% يعني المتداول او خلينا نقول الشخص العام او لما يودع ماله بالبنوك المركزيه بيدفع شبه نص بالمية او تقريبا نص بالمية على الديبوزيت ريت. فبالنسبة للانترست ريتس او الفوائد في اوروبا، ما انا مغري على انه المستثمر يدخل في البنوك المركزية او يدخل باستثمار في البنوك المركزية، ما عم تعطينا انترست ريت يعني جيدة، ما عم تعطينا ديبوزيت ريت جيد، فبهيدي الحالة بفضلوا يروحوا على اسواق المال. فاذا في حال طلعت هيك الاخبار، ممكن نشهد خلينا نقول انخفاض لزوج اليورو دولار بمستوى او كسر مستويات مهمة جدا، مستويات ال 115 او 114، وممكن نشهد طلب على المؤشرات. خلينا نقول بالنسبة لألي ممكن تكون مؤشر الداكس او جيرمان داكس اللي هو عم بيسجل ارتفاعات جديدة، ممكن يكون عندي خلينا نقول موجة صعود بعد لهذا المؤشر الالماني، اللي هو طبعا له تأثير مباشر على الفوائد او الانترست ريتس ديبوزيتس بيوروب.
فرح نشهد كثير تقلبات على المؤشرات خاصة الألمانية. وبالنسبة للأخبار اللي ممكن تصدر عندي الساعة 4:30 بتوقيت السعودية على الانيشال جوبلس كليمز، جود تريد بالانس وديوربل جودز، مهمين جدا 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 بالنسبة لي لتقلبات الدولار الأمريكي. فاليوم ممكن نشهد إذا بدكم بعض التحركات الضخمة. زوج الأسترالي دولار كنت حابب أنا بجلسة أمس إنه نبتدي موجة ارتفاع أكثر من أو أقوى من اللي حصلنا عليها، كنت عم بتوقع انه موجة اي ابتدت من هذا القاع ووصلنا لقمة اي، جانا انخفضنا بموجة بي لسجلنا almost 90 او 80% من هذا الارتفاع. فاتوقع كنت موجة سي تكون على شكل خمس موجات 1 2 3 4 5 لزيارة مستوى 0.75. وبهذه الحالة من وراء تسجيل خليني نقول على رسم بينا اليوم النمط الاحتوائي بالشمعة الخضراء عطتني أمور إيجابية. هلأ إذا الأسترالي الدولار عم بعلم على السوق أنه ممكن يرتفع بموجة صعود جديدة، يعني فورا لازم أرجع أنتبه لارتفاع بزوج اليورو دولار واسترلين الدولار بشكل أو آخر. فطبعا يعني الأمور اللي عم ندخل فيها بأسواق المال منا واضحة، أو السيناريات المفترضة منا واضحة على أنه ندخل بمركز استثمار من هلأ قبل صدور الأخبار أو قبل البيانات اللي ممكن تصدر عنا. ولكن من مجرد ما استعملنا السيناريو اللي هو buy on stop order أو sell on stop ممكن نستفيد من هذا الوضع. على اليورو دولار عند 3 كمم هون تقريبا أصبحت كرب مستويات 117.46. الكمم اللي تسجلت على رسم بين اليوم خلينا نقول أو حتى الأربع ساعات يعني ممكن تلاحظوا أنه 3 كمم وخط مقاومة واضح. اختراق هذا الخط المقاومة ممكن يعطيني ارتفاع لزوج اليورو دولار بشكل ملحوظ وبشكل واضح. باي اون ستوب اوردر امر معلق فوق مستوى 117.55 بيعطيني السيناريو على ممكن يكفي اتجاه الصاعد اليورو دولار لزيارة مستوى 118.60. ممكن نستعمل هذا السيناريو خلينا نقول المفترض، او ممكن نستعمل هذه الاستراتيجية على انه نحط امر معلق. هلا انا اللي عم بخليني بعد الانظار على السيناريوهات إيجابية على العملات الرئيسية هو سعر الذهب. بتلاحظوا أنه سعر الذهب كنت قلت لكم مستويات 1235 1240 1245 هي كحد أقصى الخط الفاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي. عم بتلاحظوا أنه جانا شهدنا ضعف خلينا نقول على أسعار الذهب من مستوى 1235 لل 27. هذا الشيء ما بيطمن، هذا الشيء ممكن يدل على بعض ضعف لأسعار الذهب لزيارة مستويات 1205 أو 1180 على المدى القريب. وضعف لأسعار الذهب بتدل على ضعف خلينا نقول السلع أمام الدولار الأمريكي، وممكن بهذا السيناريو طبعا تأثر على سيناريو سلبي لليورو دولار ولا استرليني دولار. الاسترليني دولار العملة الملكية هي اللي متألقة إذا بدكم بشكل أو آخر، ولكن منه معروف إذا هل يا ترى نحن بموجة تصحية أو اندفاعية. من وراء الموجة الخامسة اللي ممكن يكون قد انتهينا منها ووصلنا الكعان مع بعضها البعض، إلا أنه ممكن يكون عندي 1 2 3 4 5 انهينا من خمس موجات أو من الموجة الخامسة صحيح، ولكن ممكن أيضا الضغط المقاومة بقرب هذه المستويات أيضا تأثر ونكون بشبه نفق ميل على انخفاض. فهذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا استرليني دولار 132 132 30 مستويات مهمة جدا لنقرر إذا بدك سيناريو مهم إذا في حالنا نكفي اتجاه الصاعد وسيناريو إيجابي، أو نرجع نلتف إذا بدكم بسيناريو سلبي عن جديد لزيارة مستويات بعد أوطى. فبالنسبة لي كل السوق بمراحل محددة أو بمراحل خلينا نقول يعني دقيقة جدا إذا في حال تم اختراق أو أغلاق فوق. بجلسة اليوم أنا برأيي ممكن ناخد هذه الإشارة أو هذا التأكيد الاكتيفيشن ليفل، ممكن يكون عندي خلينا نقول سيناريو إيجابي مثل ما تكلمت على الاس بي 500. كنت قلت لكم بجلسة أمس أنه ممكن نشهد خلينا نقول انخفاض بجلسة بسيطة أو بموجة بسيطة جدا قبل ما نكف اتجاه الصاعد. قلت لكم المؤشرات الأمريكية عم تعطيني سيناريو إجابة على أنه ممكن نرجع نستهدف مستوى 3120 على المدى الوسط للمدى القريب. فشاهدنا خلينا نقول في بداية جلسة أمس تراجع للأس بي 500 دول المؤشرات الأمريكية، ومن ثم رجعنا شاهدنا خلينا نقول هالموجة الاندفاعية أو الشمعة الواضحة اللي سيطر عليها فريق الثيران. فالسيناريو عم بيمشي مثل ما متوقع كان. بالنسبة للبيتكوين العملة الرقمية المشفرة أيضا عم تتألق بشموع إيجابية وشموع خضراء وسيطرة تامة من فريق الثيران على البيتكوين. طبعا بتلاحظ أنه هذا الارتفاع عم بيسجله شوي شوي، صحيح أنه عن بطيء أو عن بطء عم بيسجله ارتفاع البيتكوين أو العملة الرقمية المشفرة، ولكن ممكن نستهدف مستويات 13,000 على المدى الوسط للطويل طبعا للبيتكوين قبل ما نرجع نبتدي بموجة هبوط جديدة. فهذا ممكن
ممكن يعتبر استثمار على البيتكوين، وبما أنه تم اختراق إذا بدكم خطوط مقاومة مهمة على البيتكوين، وتم اختراق خلينا نقول هذه المرحلة الأفقية اللي هي تعتبر ascending descending triangle تم اختراقها، فممكن بمرحلة أو بشمعة ارتداد نتوقع ارتفاع البيتكوين لمستويات بعد أعلى. أما بالنسبة لأسعار النفط كانت واضحة على أنه كان عنده ضغط لأسعار النفط ومن ثم موجة الصحية إلى الأعلى. قلت لكم زيارة مستويات خلينا نقول 71 أو 72 ممكن تكون واردة عندي قبل ما نكف اتجاه الهابط، باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت من آخر قمة، من تاني قمة لآخر قاع زرنا بالضبط مستويات 50% almost اللي هي تعتبر موجة رقم 4 وممكن نبتدأ الموجة الخامسة بالاتجاه الهابط. فهذا الشيء بدل على ضعف بعض الأسعار النفط ممكن تكون واردة عندي. اللي عم جرب لكم اياه بانخفاض خمس موجات اللي ويف 1 ويف 2 ويف 3، ارتفاع ويف 4 لزياره مستوى 50% في موناتشي، وانخفاض ويف 5. فبهذه الحاله انخفاض اسعار النفط من هون وترن ساوث تيرنينج ساوث ممكن تكون وارده عندي جدا 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 من هذه المستويات. ما فينا نتفاجئ انخفاض اسعار النفط من هذه المستويات، ممكن تكون سيناريو مغري جدا للاستثمار. ممكن نفكر بدخول بهذا الاستثمار، خلينا نقول بالاكونت اللي عم نشتغل فيه بيع عقد واحد من اسعار النفط من هذه المستويات ممكن تكون وارده جدا. رح نحدد وقف خساره خلينا نقول لل WTI قرب اخر قمه تسجلت عندي اللي هي 71.69، اذا بتكون ستوب لوس رح ندخله على 71.80 اوكي، ورح ندخل التيك بروفيت خلينا نقول قرب مستويات بعد اوطى اللي هي مستويات ال 67.13 اللي هو اخر قاع انخفضنا منه. هذا بالنسبه لاسعار النفط. اوكي رح نحدد لكان تيك بروفيت اوكي كرب موديفاي اوردر تيك بروفيت كرب مستويات ال 67.50. فبالنسبه لالي الريسك تو ريورد ريشيو جيد جدا 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 على طبعا بهذا المركز. مثل ما عم بتلاحظوا انه الخساره صغيره مقابل الارباح اللي ممكن تسجل 300 او 400 نقطه، ف100 نقطه ستوب لوس مقابل 300 نقطه تيك بروفيت انا بالنسبه لي استثمار مميز. بتمنى لكم كل التوفيق للاشخاص اللي بده يدخلوا معي بهذا المركز. اما بالنسبه للعملات الاخرى اذا حابين انه طبعا حلل معظم العملات الاخرى بخصوص الاسترالي دولار على الاربع ساعات، هل هو عامل هيد اند شولدرز استزنضال؟ رح ندخل على الاسترالي دولار لنشوف اذا ممكن يكون عم بيسجل نمط الراس والكتفين اللي هو الهيد اند شولدرز او الانفرس هيد اند شولدرز المقلوب. فبالنسبه للاسترالي دولار الاي يو دي يو اس دي 4 اور تشارت انفرس هيد اند شولدرز ممكن 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 جيد جدا استاذني ضال انا برايي هذا السيناريو. بما انه نحن توقعنا سيناريو ايجابي للاسترالي دولار، هذا الشيء طبعا بيدعم خلينا نقول هذا السيناريو اللي هو انفرس هيد اند شولدرز الكتف اليسار عند الهيد لهذه المستويات، عند كتف اليمين سجل عند هذه المستويات، تم اختراق النك لاين إشارة ارتدادية إذا بدكم أو ارتداد بسيط للنك لاين وارتفاع جديد للأسترالي دولار. ممكن تكون واردة عندي جدا 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 هذا السيناريو اللي هو الانفرس هيد اند شولدرز أو نمط الرأس والكتفين. وطبعا أنا برأيي إذا في حال ندخل بهذا السيناريو الإيجابي على الأسترالي دولار بفضل عدم اختراق خط الدعم اللي هو تقريبا بسائب قرب مستويات 73.90، يعني 73.90 أنا برأيي هو ستوب لوس جيد جدا خلينا نقول، أو ممكن نعتبره خلينا نقول كمستويات أو وقف خسارة أو انفاليديشن ليفل. إذا في حال حفظنا فوق مستويات 73.90 لسعر الأسترالي دولار ممكن كف اتجاه الصعد بموجة اندفاعية جديدة. هذا اللي قلت لكم إياه في بداية الجلسة على أنه الأسترالي دولار عم بيعطيني سيناريو إيجابي، وسيناريو الإيجابي للأسترالي دولار ممكن يدعم العملات الرئيسية. بما أنه الكوموديتي كارنسي الأسترالي دولار مثل ما بتعرفوا هي العملة اللي ممكن تكون ليدينج كارنسي، أو هي العملة اللي بتبتدئ إذا بدكم بالسيناريو للعملات الرئيسية الموجودة عندي. هلا بالنسبة للاستثمار اللي اخترته أنا هو بيع أسعار النفط أو بيع النفط من هذه المستويات، خلينا نقول لا يعني خلينا نقول زيارة مستويات أو موجة بعد موجة خامسة. هلا أنا دخلت بعقد واحد ولكن لازم ندخل بنحنا عفوا 100 عقد على أسعار النفط إذا في حال بدنا تعتبر خلينا نقول عقد واحد. هيدا بالنسبة لل WTI اللي هي تعتبر خلينا نقول أو يعني فينا نغلق أول عقد وكلوز 1، لكن دخلنا بسال 100 لوت سايز أوكي. فبهيد الحالة طبعا أصبح يعني شبه عقد واحد من 70 ل 74 $4
لازم تكون 4 دولارات ضرب 10 اوكي يعني 40 دولار، يعني ممكن نكون عم ندخل ب 1000 عقد هون على ديمو اكونت على دبليو تي اي، فبهيدي الحاله 1000 هو يعتبر عقد واحد اوكي، هذا عقد واحد يعتبر اللي هو 40 دولار لوس اوكي. هيدي بالنسبه لعقد واحد من النفط. انا بالنسبه لراس مالي طبعا رح ادخل بعقد واحد اللي هو دمو اكونت، ولكن اذا في حال بدكم تختاروا انتم اداره المخاطر بدكم تحافظوا طبعا على اداره المخاطر وتحددوا الستوب لوس بطريقه شرعيه. انا رح ادخل بستوب لوس على ال 71.80 هيدا بالنسبه لوقف الخساره، و 67.50 تحديد الربح على الدبليو تي اي اوكي. هلا طبعا بالنسبه لموجات اليوت اذا في حال بدي ادخل انا بسيناريو صحيح لوقف الخساره، انتم بتعرفوا موجه رقم 1 2 3 الموجة الرابعة لا يمكن أن تلتف مع موجة رقم واحد، فبالنسبة لي وقف الخسارة لازم يكون فوق خلينا نقول موجة رقم واحد أو القاع تبع موجة رقم واحد. هيدي إذا بدي أخذ باعتبار السيناريو الصحيح، يعني وقف الخسارة لازم يكون فوق هذه المستويات اللي هي تعتبر فوق مستويات 72.40، ولكن بهذه الحالة ممكن أن نعليها شوي صغيرة وقف الخسارة كرب مستويات 72.40، ولكن للمضاربة بتكون شوي صعبة على أنه أنا بمجرد ما اخترت خلينا نقول ستوب بلس 100 نقطة، أنا بالنسبة لي ممكن تكون يعني صعب شوي على المضارب أنه يدخل فيها، ولكن إذا دخل ب 10 من العقد أو عقود بسيطة جدا طبعا ممكن تكون مميزة أو الاستثمار يكون واضح. هيدا بالنسبة للاستثمار اللي ممكن ندخل فيه على أسعار النفط بالوقت الحالي. أما بالنسبة لأزواج أخرى إذا حابين أنه طبعا نقوم بتحليلهم، استاذ عاصم طلب الداو جونز، بالنسبه للداو جونز ممكن طبعا ممكن نقوم بتحليله، قلت لكم بجلسه امس على انه الاس بي 500 والمؤشرات الامريكيه عم تعطيني سيناريوهات ايجابيه يا جماعه، ما فيكم تدخلوا بعكس الاتجاه طبعا او الاتجاه المضاد، ممنوع تختاروا اتجاه هابط لا خلينا نقول المؤشرات الامريكيه وهي عم تعطيني سيناريوهات ايجابيه. اذا في حال الداو جونز بده يرجع يرتفع ليسجل مستويات جديده فوق 26990 ممكن يكون اذا بدكم سيناريو يعني سلبي جدا للمضاربين اللي عم بفكروا بمركز بيع. انا بالنسبه لي ممكن يكون بعد عندي سيناريو هابط، ما بدي انه الغي السيناريو السلبي من عندي بالنسبه للداو جونز، ممكن تكون بعد هيدي ويف اي دخلنا بويف بي اللي هي المرحله الافقيه خلينا نقول وطولت اي بي سي دبليو اكس اي بي سي، ممكن زياره مستوى ال 25600 او 700 ونرجع نبتدي موجه هبوط جديده لزياره ويف سي. هذا السيناريو السلبي. السيناريو السلبي بيقول انه ممكن يكون بعد عندي خلينا نقول اتجاه بعد صاعد لزيارة خلينا نقول آخر قمة عندي اللي هي على هذا الشكل، لزيارة قمة بسيطة ارتفاع 25600 أو 700 ونبتدئ موجة هبوط جديدة. هذا السيناريو السلبي. وإنما السيناريو الإيجابي للداو جونز هي أنه يخترق خلينا نقول قمة ال 25800 يغلق فوقها ويعطيني سيناريو إيجابي عن جديد لنكفي آخر موجة الموجة الخامسة قبل ما نبتدئ انهيار على المدى الوسط للطويل. هيدا بالنسبة للداو جونز، ولكن برجع بقلكن السيناريو اللي عم بيعطيني إياه سعر الاس بي 500 قرب آخر قمة اللي هي تم اختراق خلينا نقول شبه النفق الميل على الارتفاع هلأ بالضبط يعني، وتم اختراق آخر قمة عندي، فبهيدي الحالة اختراق مستويات ال 2880 ايجابيه جدا 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 لاسعار الاس بي 500، فهذا الشيء طبعا ممكن يدعم اسعار داو جونز رجعت ترتفع بموجه صعود جديده. كنا عطينا الاس بي 500 سيناريو على انه ممكن نرجع نرتفع لمستويات 3120 قبل ما نبتدي بالكراش سايكل. كراش سايكل عم بتكلم على كراش سايكل، عم بتكلم على انتهاء الموجه الخامسه للاس بي 500 لنبتدي انهيار على المدى الوسط للطويل طبعا لزياره مستويات ال 2000. هذا بالنسبه للاس بي 500. انا ما عندي اي فرصه استثمار على الاس بي 500، بفضل انه ما ادخل فيه بمركز بيع ولا مركز شراء، طبعا بضلني على يمين السوق، بضلني on the side of the market كرمال ارجع اخذ اشاره اخرى لنرجع ندخل بالاس بي والمؤشرات طبعا الامريكيه. فبالنسبه لي زياره مستويات هذه المستويات للاس بي 500 انا بالنسبه لي وباستعمال فيبوناتشي خلينا نقول ريتريسمنت من اخر قمه لاخر قاع، يعني تم اختراق مستويات 88% واغلق فوق بجلسه امس. هلا صحيح انه افتتحنا بفجوه سعريه او بجاب بجلسه اليوم، هذا الشيء ممكن يرجع يخلي الامل زرة الامل طبعا انه يكفي اتجاه الهابط ونكون انتهينا من الابور تشانل اللي هي ممكن تكون عندي بهذا الشكل كموجه بي او اذا بدكم ويف بي،
وطبعا الانهيار اللي حصلنا عليه في البداية ممكن يكون ويف A، فانخفاض الضخم اللي حصلنا عليه إذا بدنا نعتبره ويف A، ويف B دخلنا بمرحلة أفقية بنفق ميل على ارتفاع أو بأبورد شانل، وبدنا نبتدي ويف C. قمة جلسة أمس اللي هي شمعة أمس هي آخر أمل لنا للأسبي 500، بدي أعرض وقف خسارة فوقه إذا في حال بدي أفكر باستثمار على طبعا بالاتجاه الهابط. ولكن اختراق جلسة أمس اللي هي شمعة أمس أو القمة اللي تسجلت عندي قرب مستويات خلينا نقول 2838 على ما أظن، ممكن تكون بالضبط 2847 عفوا و47 2847 هي الهاي او اتش ال سي. اوكي، فبالنسبه لي يعني وقف خساره فوق ممكن يكون اذا بدكم يعني كنهايه خلينا نقول او كاخر امل للسيناريو السلبي. عم بتلاحظوا اسعار النفط ابتدت تنخفض نادي المستويات 70 34، برمنا للشمعة الحمراء ابتدينا 110 دولارات ربح. هذا بالنسبة للمركز اللي هلأ افتتحناه، إن شاء الله نبتدي بالسيناريو السلبي لأسعار النفط نادي المستويات، منكون صبنا إذا بدكم almost القمة لأسعار النفط. ابتدينا 120 دولار ربح، نحن دخلنا بمركز بيع بموجة رقم 3 باستعمال فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، واستهدفنا مستوى 50%، انتهاء 50% اللي هي تعتبر انتهاء موجة رقم 4 للانخفاض، وزيارة موجة رقم 5 طبعا ممكن نزور مستويات ال 65 دولار أو ال 64 دولار لأسعار النفط. فدخلنا بمركز بيع من هذه المستويات وعرضنا وقف خسارة تقريبا قرب مستويات ال 71-80. هذا بالنسبة للاستثمار اللي كنت حاب أنه أعرضه عليكم اليوم. أما بالنسبة لعملات أخرى أو لسلعة خلينا نقول ما عندي أي سيناريو ممكن يكون مغري جدا للدخول باستثمار. بالنسبة لي بدي تنتبهوا من ضعف للدولار الأمريكي، ولكن ارتداد موجة بسيطة للدولار ين لمستوى 111.50 ممكن تكون مغري لنعزز مراكز البيع ونكفي اتجاه أو السيناريو الهابط. فضعف الدولار الين من هون ممكن تدعم نظرية ضعف الدولار الأمريكي وقوة العملات الرئيسية. وطبعا مثل ما تكلمنا على الأسترالي دولار اللي هو الأسترالي دولار عطيني إشارة إيجابية، ومثل ما قال أستاذ نضال ممكن يكون عندي inverse and shoulders أو نمط الرأس والكتفين ولكن بالاتجاه المقلوب، وهذا سيناريو إيجابي. ومثل ما قلت لكم حافظوا على trend line الصاعد على الأسترالي دولاري اللي هو بيعطيني قرب مستوى 73.90. إذا ما تم اختراقه بعد بالسيناريو الإيجابي للأسترالي دولار leading currency الأسترالي دولار، ممكن خلينا نقول نبتدي باتجاه صاعد لليورو دولار. السيناريو أو استراتيجية اللي أعطيتكم إياها بالنسبة للECB interest rate decision اليوم هو تحديد خلينا نقول مقاومة قرب مستويات 117.50، أمر معلق باي اون ستوب أوردر فوق هذه المستويات من كف اتجاه صاعد. طبعا طالما نحن بعدنا تحت الضغط اللي هي خط المقاومة مستوى 117.50 ممكن كف اتجاه هابط عن جديد لزيارة مستويات 115. يعني ممكن باستراتيجية اليوم نحط أمر معلق أو باي اون ستوب أوردر فوق هذه القمة اللي هي صار زيارة 3 مرات زوج اليورو دولار والعملة الأوروبية الموحدة وما تم اختراقها وأغلاق فوقها. اليوم عند الانترست ريت ديسيجنز عندي ايكونوميك كالندر امور مهمه جدا، اي سي بي انترست ريت طبعا متوقع ان تضلها نفسها، ما في عندي تشينج بالانترست ريت او بالديبوزيت ريت، ولكن ممكن يكون عم نشهد تقلبات ب طبعا على العمله الاوروبيه الموحده او بالنسبه للاي سي بي. اما بالنسبه للانشز جوبلس كليمز والجود ريت بالانس ديورابل جودز هول امور ممكن تاثر ايضا هاي امباكت مثل ما عم تشوفوا على زوج الدولار الامريكي او على الدولار الامريكي او الايس بشكل او اخر، وطبعا ترتفع التقلبات على اسواق المال وسوق الفوركس بشكل عام. جلسه اليوم مغري جدا ومهم جدا للاستثمارات، انا بتمنى لكم كل التوفيق. يعني طبعا دعمنا للمتداولين وبشكل يومي وجودنا بقرب العملاء هذا الشيء بيميز شركة تكمل، وشعار تكمل هي نريد النجاح للمتداولين. نحن موجودين للخدمة بأي وقت كان، إذا في حال حابين إنه تستفسروا عن استراتيجية معينة أو عن مؤشر معين أو عن تحليل خلينا نقول موجة لسلعة أو عملة معينة طبعا موجودين للخدمة بشركة تكمل والسبورت تيم وأيضا المحللين. كان معكم جزاف ظهري محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. طبعا بتمنى لكم نهار مثمر وبشوفكم جلسة تعليمية بعد الظهر. إلى اللقاء.